انت بتعرفي انه زوجك العزيز جاغان كان عم يتطلع علي لما كنت عم ارقص مبارح بالمحل؟ ها؟ كيف؟ الرجال ما بيعملوا هيك شيء. واصلاً شو عم يصير معك يا أمبا؟ من امتى صايره بتروحي على بيوت الدعاره؟ وفوق هاد انتو خليتوا توبي زعيم العشيره، هالشي ما بتصدق. وكمان بدك منا انه نصدقهم ونلغي حفله العرس؟ عن جد عم تقولي من كل عقلك؟ ما عم صدق هالشي. العرس ما رح يلتغى. ما بعرف عنك شي، بس نحن عيلة كبيرة ومحترمة وسمعتنا مثل المسك، وعيلته كمان. ما؟ راكفي؟ أنا حتى ما بعرف هدول البنات مين بيكونوا أو حتى شو عم يعملوا. انت شو عم تعملي؟ لساتك متضايقة ما هيك؟ ها؟ شو عملت لاستحق هذا الشيء؟ انت طلبتي يسلوني؟ انت شو جابكن لهون؟ فيني افهم؟ وشو جايين تعملوا هلا؟ يا لطيف، نحن اجينا لهون بس لحتى نكشف عن لونك الحقيقي يا تشاندار. شكلك قلقان نور عيوني. عجبك هالصوت؟ كأنه ايه، هاي مكالمتي. طلع على موبايلك، شوفوا كيف طلع اسمي على شاشة موبايله. ستي بابلي عم تتصل.